أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هنا بيروت، مع كلام الرئيس نبيه بري وتعليقه على عنوان العقوبات المفترضة عليه في حال أصر على إقفال مجلس النواب. لا تزال الحركة لدى القوى المعارضة لرئيس تيار المرادة سليمان فرنجية. كيف ستظهر اتفاقها على الوزير السابق جهاد أزعور، وما هي المعلومات عن هذا الانشقاق أو الاختلاف داخل تكتل لبنان القوي اليوم؟ معي اهلا وسهلا فيك نائب سليم عون. انا بعرف انه حضرتك من الناس يلي كان عندك ملاحظات كبيره على اسم جهاد أزعور، وكلنا تابعنا الاجتماع اللي صار لألكن بحضور الرئيس ميشيل عون. وفي هذا الاجتماع جرى مصارحه، صار في مصارحة من بعض النواب بأنه نحن لوين رايحين، على أي خيار، وأنه خيار جهاد أزعور لا يشبهنا. حضرتك هل كنت من النواب الذين قالوا رأي بهذه الجلسة وقالوا رأي بما معناه أنه فعلا جهاد أزعور ما بيشبهكم؟ أي تكتل، أول شيء بونجور، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. تاني شيء، بأي تكتل أو أي فريق سياسي طبيعي بده يصير في نقاش داخلي، ونحن يمكن هيدا أكبر دليل أنه نحن منا ناس معلبين دغري هيك، أنه ما عنا أراء نعطيها ومنا جديدة. أنا اللي عم بفاجئني باللي كل عم بيسألوني هيدي الأسئلة، ما بعرف معلوماتهم إذا بيعرفونا كأشخاص، بيعرفوا أنه كلنا نحن عنا آراء ومناخد ومنعطي، بس بالآخر مجموعة تلتزم بالقرار. شو هيدي أول مرة أنا بيكون عندي رأي بناقشه داخل التكتل، وبرجع بالآخر شو بيطلع أنا ورفقاتي بنطلع بخلاصة بكون عم بلتزم فيها. طيب لي مثلا أنا حتى قلت هيدي بالداخل، تذكرت لأنه يمكن بفترة 2008 كنواب من الحاضرين كان في أكيد فخامة الرئيس بوقتها كان نايب والأستاذ إبراهيم كنعان وأنا، ليش بوقتها كان خيارنا مثلا العماد ميشيل سليمان. صار في توافق، صار في اتفاقات. طب انا ما صوت بورقتي، انا كان لي صوت، كتبت ميشيل سليمان، هل يا ترى انا كان وقتها عن قناعه او بيعبر عن رايي او هيدا طموحي ولا لا؟ لانه صار في، كان في مأزق بالبلد وفي مشكل كبير بالبلد، وأنا ما بخفي عليك أنا عندي إياها من وقتها، أنه التعاطي بالشأن العام بيضطر الواحد أوقات، مش معناتها ضعف أنه ما عنده رأي وعنده شخصية، لا، بس في قواعد وفي أصول. أنا ألتزم بتكتل وبدو يعطي كلمة بقرار التكتل. شو معناتها عملنا كمجموعة، بس أنا كأفراد من صفي مشتتين. بس أنا بهمني رأيك هلأ. نعم. أنا بعرف أنه بتلتزم بقرار المجموعة وهذا ما قلته بالاجتماع، بس أنا بهمني رأيك اليوم سليم عون، هل يجد في جهاد أزعور مرشح يشبه ما انت بدك تشوفي السؤال المطروح شو. اذا مطروح سؤال بالاشخاص بتبلشي انت بتعطي ارائك اكيد بمين بتشوفي كشخص، بس اليوم السؤال اللي كان اللي وصلنا مطروح، هلا اذا بعطيكي المسار اللي راح لوصلنا لهون، بس خليني لما يبين عم بتهرب من السؤال. من الاخر اليوم شو المطروح؟ فكره هي منه شخص جهاد أزعور، فكرة التقاطع مع أفريقاء لنطلع من الأزمة. نعم. هيدا المطروح. هل أنت هون، خليني انسأل السؤال وبحب جاوب علي، هل أنت كنائب اليوم بمسؤوليتك أنت مع ما توصل لأي تقاطع مع أفريقاء سياسيين، ولا مع توصل لتقاطع وبالتقاطع بس تحكيها معناتها سلفا؟ لا أنت بيكون هيدا المثال اللي عندك إياه، ولا الآخرين بتكوني عم تجي على محل انت، يعني هيدا على اللبناني بنقول حلاش حمص بتكوني. انا اليوم خيريني مثلا بالتقاطع، يعني قلتيلي لو بين بين يعني وصلتوا على جهاد أزعور حلاش حمص؟ لا لك يعني بالكاد وصلتوا، ما بدي انا بتبين كإساءة، لا، ما اذا انشالت هيك بتصير مثل لا اله. طيب مش عم بحكي كشخص جهاد. طب خليني مع اللي قلت، ما بدي طول فيه ولو ثواني قليله، خليني ارجع لك من الاساس لانه بتوضح كثير اشياء. نحن ببداية الاستحقاق قبل ما نوصل للفراغ الرئاسي، بتصور عملنا خلوة بالصيف قبل بشهرين بسمار جبيل، وقلنا قدامنا هيدا الاستحقاق كيف بدنا نتصرف. صحيح. أول شيء حكينا كل فريق سياسي بيطمح يكون حدا منه، يكون عنده مرشح
ما هون كمان نيانس مهمة، إذا هالشخص مرشحنا ولا لا تقطعنا معه. بعد الدراسة ونحن طالعين من تجربة، وأنا هون بلشت حديثي كمان بين مزدوجين بحضور العماد عون، إذا نحن مع فخامة الرئيس اللي اسمه ميشيل عون اللي ما بيتكرر ولا ممكن بعد تلاقي شخص تاني مثله، وكانت هيدي النتيجة. مين ما اخترنا بهيدي المرحلة عندنا ذات المشاكل، يعني ما تغير شيء. بس خليني أوصل لك بالبداية، قلنا فإذا طبيعي لو عندنا نحن شايفين فرص النجاح والقدرة على الوصول، منبلش برئيس التكتل أو أحد أعضاء التكتل أو من الحلفاء الأقرب لنا. وقت اللي قلنا لا هيدي المرحلة، وخاصة بالوضع اللي نحن فيه بتتطلب نربح وقت وبتتطلب منا إنقاذ البلد، لازم نروح على تقاطعات مع أفريقيا. وليش عم قول تقاطعات؟ لأنه خارطة المجلس بتبين ما حدا عنده القدرة لإيصال مرشح، حتى الحلفاء بين بعضهم. يعني إذا نحن كان حليفنا حزب الله، نحن وياه كان في صعوبة نوصل مرشح، الفريق الآخر عنده صعوبة يوصل مرشح، كل الأفريقيا عندهم صعوبة. أخذنا الخيار من الأول، هودي كل اللي بيطرطوا هلأ بعدين بيشبهوا حدا على حق. أكيد حيلا شخص بدنا نتقاطع معه ما بيمثل طموح 10% من الشخص اللي بيكون منا، طبيعي. بس ما من الأول أخذنا طريق أنه ما يكون حدا منا، بدنا نتقاطع مع آخرين، ما بدنا نعمل معركة حدا، بدنا نتقاطع مع ناس لنوصل ننقذ البلد. طبيعي بأول مرحلة الواحد بيفكر مع مين يتقاطع، مع خصمه، مع اللي عم بينافزه، مع نقيده بالسياسي؟ لا، بده يعمل تقاطع مع أقرب شيء له، كان حزب الله. يعني كان أول شيء بتفكيرنا نحن وحزب الله نتقاطع على مرشح أو مرشحين، لا مش بس نحن وياهم نحسم، لأنه النجاح يتطلب كمان موافقة عدد أكبر لنأمن نصاب 86، ما هي المشكلة مش 65. بس تصرف حزب الله بهالشكل أنه عنده مرشح ومش مستعد يتراجع عنه، طبيعي نحن يضل بخلفيتنا أنه الوقت كفيل والمحادثات كفيلة أنه نغير له رأيه. وبذات الوقت هو كان معتقد أنه هيدا الوقت اللي بيقطع، طبيعي أنه يقدر بمحل معين يغير لنا موقفنا. وصلنا لوقت تبين لا هو رح يتراجع ولا نحن رح نتراجع. هون صرتي بك تتقاطعي مع مين؟ مع بقية القوى. بك تتقاطعي لا مرشح منك ولا مرشح منهم. نعم. إذا جينا لإلهم ليش السؤال ما بيتوجه إلهم؟ نحن ما نزلنا من مرشح لجهاد أزعور، هني نزلوا من عدة مرشحين كانوا عم يطرحوهم لجهاد أزعور، بداية بالأستاذ ميشيل معوض، لأنه كمان وصلوا لقناعة أنه ما بيقدروا يعملوا شيء. ليش إلهم ما بيتوجه السؤال؟ مش هون مش عم باب التنمير بس بما معناه، العمل تحول كبير، الكان عم بيقول بدي واجه وبدي أعمل، ونحن بعد الانتخابات بدنا نعمل هيدا التغيير الشامل. لا وصلنا لا، وهيدا هو الواقع. وإذا بدك أنا بمداخلتي انطلقت، طالما هدفنا أنه نحن عم نواجه منظومة وقداي صعب مواجهتها وقداي نحن بكل قوتنا واصطدمنا فيها، وانتبه بعد انه ما فشلنا بمعنى انه انتهت المعركة، بس اكيد صار في مواجهة قوية وحسينا بقوتها وبعدنا مستمرين. هل يا ترى نحن اليوم بهيدي التقاطع بدك تتقاطعي معهم ترجعي؟ ما شو فرز المجلس النيابي؟ فرز هيدي القوى السياسية، من بك تجيبيهم؟ هل يا ترى ما قدرنا نحن نغير حاكم مصرف لبنان او نواجه هيدي المنظومة؟ الأستاذ أزعور المنظومة اللي اليوم بس لما تقلي من اللي حكمت البلد من سنة 90 بنهجها المالي بنهجها الاقتصادي. ما اليوم متقاطعين انتو وليد جنبلاط مثلا، اعتبر بعض ما وليد جنبلاط طيب. عم بقول كتلة وليد جنبلاط معكم بجهاد أزغول، يعني قصدي اي منظومة. هلا طبعا هذا النقاش اللي عم تقوله حضرتك بيفتح نقاش طويل حول وجودكم وتحولكم الى شريك اساسي بالحكم من 20 سنة لهلا. بس انا اللي هلا بدي اسألك إيه؟ انه اذا عم بتقول منهم من يقول يعني الفريق الاخر عم بيقلكم انه انتو رفضتوا سليمان فرنجيه لانه بتعتبروه من خارج المنظومة، رحتوا على جهاد أزعور، أستاذ جهاد أزعور عم بيقولوا هن من داخل المنظومة، إيه من خارج المنظومة إيه من داخل المنظومة، رحتوا على
هني عم بيقولوا لكم انه سليمان فرنجيه من داخل المنظومه انتم بتعتبروه فما بدكم تنتخبوه، انتم رحتوا على جهاد ازعور، جهاد ازعور هني بيقولوا لكم انه هو ايضا من صلب هذه المنظومه بانه كان بحكومات الرئيس فؤاد السنيوره وكان معك حق. بس قلن شو الفرق يعني؟ بس اجي اقول لهم طيب هات لنختار غير جهاد ازعور على سبيل اللي ما بدي عدد اسامي لما بين عم سوق لحدا، في عده اسماء، في اسم ما بيقدروا يقولوا له من داخل المنظومه مثلا كان من الاسماء المطروحه، بيقول لك القوات والكتائب ما بيمشوا فيه، شو بعمل؟ ساعتها بهي الحاله ما في ارجع بالاول واقول انا برشح حدا مني لان بكون نسفت كل هيدي المسار اللي ما بيوصلني على محل وعلقت بامباس. ما هيدي اذا بدك هي اساس مداخلتي اللي كانت بالداخل. نعم. بوصل بالاخر لاي خيار ما تلغي فكره. هيك قلت لهم نلغي فكره انه جهاد ازعور كان بحكومه الرئيس فؤاد السنيوره. انا ولا مره بحياتي انا بحكي اكثر من هيك اساسا اللي تسرب. وقلت لهم على الابراء المستحيل. لا كله صح. انا تسرب كلامك يا اساسا. لا كله صح ولا كله غلط. بتسرب انا مش مضطر. كرمال هيك عم نسالك. بلاكي هاي اللعبه شو بتقدي؟ ما في لعبه. اذا بدك تطلعي ما بتصير. بتعرفي شو بيصير؟ شو موقفك الحقيقي؟ ما انا هيدا اللي بقوله بالداخل ما بقوله على الخارج. اللي تسرب فيه اذا بدي صحح الغلط واتبنى صح بس بطلع مثل كانه عم برجع الحكي اللي بحكيه بالداخل عم قوله ذاته بالخارج اللي هو بيضر ما بينفع. ليش بيضر؟ لانه بالاخر بده يشوش على القرار. ما انت بس تكوني مجموعه تطلعي بقرار مش كله بيكون طلعتوا بقرار بالمية بالمية. ايه اكيد الطريق المشين مع طلعتوا بقرار يعني انا نعم. بس عفوا هيدي النقطه كتير حساسه. طلعتوا بقرار ولا بعد ما طلعتوا بقرار؟ لانه من بعد الاجتماع الاخير كان في حكي انه ما طلعتوا بقرار بعدكم. طيب. باطار التشاور وبعد في عدد من النواب يفضلون خوض معركه حدا من قلب التكتل. مش دقيق هيدا الوصف. ليكي شو الوصف الدقيق وانا بكون صريح لانه ما عندي شيء لا بدي شيء ولا فزعان على شيء اخسره. نحن اذا بدك القرارات متاخذه من قبل والطريق ماشيين فيها من قبل من 5-6 اشهر. نحن في مرة بجلسة هاي كمان للتوضيح ما رئيس الطيار وقت بده يروح يفاوض بده يكون مسبقا عارف انه كتلته ونوابه شو توجهاتهم. ما نحن عملنا جلسة مطولة استعرضنا فيها عشرات الأسماء وتم تصنيفها بناس مرفوضين كليا يعني بكرة انه ما ممكن نتقاطع مع حدا عليها. وفي لائحة كمان من الأسماء أكيد من ضمنها كان جهاد الزعور وبوقتها ولو في نايب أو اثنين أو ثلاثة يمكن أنا أكون منهم اللي عطينا رأينا بس الأغلبية وقتها عطت رأيها أنه ممكن مش عم أقول كمرشح بدنا نعمل معركته وهيدا مرشحنا وهيدا طموحنا وهيدا الشيء اللي نحن مش مصدقين إذا فينا نوصله ولا لا. كان من بين الأسماء الممكن القبول فيها. إذا حزب الله إجا قال بكرة أنه لو قبل يتخلى عن مثلا المرشح وحط أسماء من بين جهاد أزعور ما كنا حنقول لا بالآخر بأي معنى أنه أنت بدك تشوفي الآخرين. هل أنا بتمنى أنه الآخرين كانوا يقبلوا بغير اسم بس شو أنا بقدر كمان أفرض عليهم مين بدهم يقبلوا ومين لا؟ أنا سؤالي هلأ لسليم عون شو الفرق بين جهاد أزعور وسليمان فرنجي برأيك؟ لكن الفرق في ما بدي بين انا انه متبني. ليش بدي اقول جهاد ازعور؟ اول شيء خليني اخذها بشكل عام. انا ما بقبل ينفرض علي مرشح واذا انا ما بدي اياه لسبب من الاسباب مش بينقال او هي او لا. هاي واحد. اثنين مع مين بدنا نتقاطع وعلى شو؟ يمكن هون بعد في امل. نعم عم تاخذوا النص الفاضي من الكبايه. جربي خذي النص المليان كمان انه قادرين نمشي قد ما بعرف. انا بعد بدنا نشوف شو بده ينعرض طريق للوصول لانه لو وصولنا للخطه الانقاذيه للاهداف اللي بدنا نعملها كيف بده يندار البلد شو بدنا نعمل لنطلع من ازمتنا. ربما يكون في مع افريقاء ما انت كمان بدون مساعده التكتلات اللي مشاركي بهيدا التقاطع والتسمية شو استعدادها لتحط ايدها كمان. ما نحن شو عانينا بعهد عماد ميشيل عون من العرقلة ومن الكيد والنكد السياسي ما كان ولا قرار يمشي ولا اي مشروع يمشي على سبيل المثال. واضح ما حدا يجربه بهودي الزواريب السياسية انه قال الرياض سلامي خيار العماد عون وكل يعني كلهم ما كانش بدهم اياه افشل العماد عون بده اياه. لا كلهم اصطدم بواقع اصطدم بواقع انه ما قادر يغير من بينهم الرئيس. ليش مش قادر يغير؟ معروف كان راي العماد عون قبل ووقته وبعد
بس إذا ما قدر يغير شو بيعمل؟ إذا اليوم بعد ما في عقوبات ومذكرات جلب وأكثر من دولة أصدرت مذكرة توقيف ومحمي وما حدا عم يقدر يدق فيه ولو ما وضحت الصورة بس هذا موضوع, يعني موضوع دايما لا لا ما لقلك كان عرض من خارج جدول الأعمال وكل كانوا مشاركين على التنفيذ ما السبب لأنه بتفوتي بالفراغ ما يا جوزيفين خليني يكون أنت رئيس جمهورية وحكيتي مع رئيس الحكومة ومع الوزراء وقلت له والأكترية ما بدهم يغيروا وبدهم إياه يرجع يضل وأساسا اللي بيطرح الترشيح هو وزير المال يعني حتى لو أنت رئيس جمهورية بدك سليم عون ما فيك تطرحي بده يطرحه وزير المال كان وصلوا لوقت يا بده يعمل مشكل مع رئيس حكومته ما حكوا يعمل مشكل ومش يوصل لنتيجة لو مشكل العماد عون بيوصل انه ينشال ويستلم حدا اخر متعين بده تلتين كمان ليش عم نهرب من الحقيقة واكثر من هيك انا اللي بحقله يسألني هاي السؤال مش من مكان كان السؤال الاولاني عن جهاد أزعور ولا السؤال عن رياض سلامي اللي بيقدر يسألني السؤال لوقت انا والابراء المستحيل لوقت انا بدي اسال لكل واحد انت شو كان موقفك وشو عملت عم تسالني مين بده يسالني عن الابراء المستحيل اللي كان مغطيه او عم بيهجم علي بوقتها فيه مين يعني بده يسالني عن رياض سلامي اللي هو بده يجدد له وبده اياه اليوم مين بده يسالني عن جهاد الكل كلهم مين الكلمة هلأ أنتوا مقسومين قسمين في الفريق إذا بدك القوى المسيحية وبعض القوى المستقلة وبالفريق الثاني في القوى الشيعية الثنائي الشيعي مين قصدك عم تحكي عن حزب الله إنه ما بحقله يسألكم عن الأبراء المستحيل مين مكان مين مكان أنا اللي بدي أسأله شو كان موقفك وشو عملت يعني اليوم فخامه الرئيس والله اليوم اللي عم يسألكم إنه جيتوا قلتوا لنا ما بدكم سليمان تسربوا لأنه ليش ما تسرب ليش ما تسرب العماد عون الوقت قال أنا مين وقف معي ومين وقف حدي طيب استاذ مثلا طيب لو سمحت في هلا بس يعني لحتى بس حزب الله اليوم يعتبر والثنائي يعتبر بأنه أنتم اليوم ما بدكم جهاد أزعور أنتم اليوم تقاطعتم مع القوى المسيحية الأخرى على جهاد أزعور فقط لإسقاط سليمان فرنجية وأنه هذه يعني هذا تحدي لهم ويعتبرون بأنه أنتم عم تتحدون بشخصية سبق وهن قالوا أنه هي شخصية محمد رعد كان واضح بتوصيفه لموظفي صندوق النقد هيك سميهن عم يعتبروا أنه أنتم عم تروحوا على أقص يعني على الاكستريم لحتى تتحدوا حزب الله مش لانه بدكم جهاد طيب انا رح اتبع يعني جاوبني على إيه؟ على حديثهم لقالوا رح جاوبك على حديثهم انا رح اعتبر جزء منه يمكن يكون صحيح وين المشكله ما نحن شو الخيارات لا مش ما بالعكس طرحنا انه هيدا مش مرشح للتحدي والدليل انه بعدها عم تندار القصه مش بشكل تحدي ولا طرحناه كتحدي هني إذا بدهم يأخذوها تحدي اللي عم يتحدى اللي عم بيقول أنا عندي هالمرشح وما عندي غيره وما بدي أحكي مع حدا مين اللي بيكون عم يتحدى الآخر ليه قاعد ناطر أشهر وعم يتقاطع إيه برجع بقلك أخذنا قرار لأنه ما عاد عندنا أي خيار ما أنت بس فكلومي واحد عم أوقف قلي له ما كان عندك خيار آخر يعني أنا هاي بحبه أوضحها جوزيفين أنه أنا حتى أنا اللي مني رضيان عن اللي وصلنا له بس إذا بدي أحكي مع زملائي بدي يقولوا لي شو الحلك الآخر وقت ما عندي حل آخر ولأرجع هون ضوي مش بس أنه إجينا فجأة هيك هيدي كتير مهمة وضحها لأنه كنت عم بلش بحديثي قلت لي ما أخذتوا قرار لقلك نحن ما كنا بحاجة لناخد قرار لي لأنه نحن في طريق في مسار مشينا فيه وصل لهون مش فجأة وصلنا لهون بلشنا بالأساس مثل ما قلت لك ما قررنا ما يكون مرشح منا قررنا نتقاطع أول شيء مع حزب الله ما قدرنا وصلنا نحن مشينا بخيار قررنا نتقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وبعض المستقلين بس في عدد من زملائك مش موافقين على هذا الكلام بعضهم لهلأ بيقولوا ليش نحن بدنا نروح على جهاد أزعور عم بقول لك لاي مرجعنا من الأول مرجعنا من بالأساس انطلقنا لا ما نحكى هيك بآخر الاجتماع أبدا كل واحد حكي نحن لأنه هذا مسار هاي حقيقة مش فكرة هاي هلأ عم نطرحها هايدي مثلا حكينا بأشهر أنه ما رح نترشح منها ما حكيناها من الأول ومشينا على الطريق هاي متل كأنه ماشي طريق
وصلتي لنصها عم بترجعيني لورا. حضرتك سمعت ألاعون على الهوى سؤال من جمعة؟ أنا سمعته يعني بالاجتماع. بالاجتماع وعلى الهوى اليوم ما صار في طرح أنه ليش؟ أنا فعلا بدي سؤال على لأنه بنسمع بالعلن شيء وأنتم عم تقولوا لنا أنه بالاجتماع شيء تاني. اليوم كان في كلام للنائب ألاعون. طب اسألي اليوم. طلفني واسألي اليوم. أنا عم بسألك لا. لا لا ما أنا بعرف غير شيء. شو بتعرف انه هو للخمسة ما بحكي عنه انا ما بحكي عنه لا لا بعرف انا شو حكينا بالداخل وبعرف قبل شو كان صاير معنا ماشيين بهيدا المسار نحن من الاول ومن الاول حطينا من بين الاسماء المقبوله هي كان اسم جهاد أزعور ولو انا مثلا ليل اللي مثلي من الاول قالوا عنه بوقتها انا يمكن بس طرحت الاسماء ما كنت موافق علي بس الأكترية وافقت علي الأكترية بالتكتل اعتبروه أنه ممكن يعني مش أنه كمرشح كتقاطع مع حدا وكنا عم نفكر بحزب الله بالأول يعني كمان أنه يكون أساسي لأنه كان حليف وكنا عبدنا الاتفاق نحن وحزب الله لا هني بيمشوا بمرشح نحن ما بدنا إياه ولا نحن بنمشي بمرشح هني ما بدهم إياه لأنه كمان الهدف مش مسايرة جوزيفين ما في أنا أعتقدي اليوم وأنا عم بحكيك بكل صراحة إن كان هني قدروا وصلوا مرشح كل هيدا الفريق ما بده إياه أو إذا نحن وصلنا مرشح وديك ما بده إياه رح ينجح رح ينجح كرمال هيك اليوم وصير رئيس جمهورية شو حظوظه للرئيس ما بعرف بينجح يعني شو عم يعني عم بحكي حقيقة عم بحكي واقع أنا مشان هيك بتشوفيني إنه واقع عم كون صار بهاي الوقت المهم صار شخص يقبلوا فيه الكل قبل ما نجي نقول إذا كان منعتبره من المنظومة ولا لا وشو ماضيه ولا لا لك صار بدك الحج خلاص هون قلت لك بمعنى حلاش حمص بمعنى مثل صار واحد كان أول شيء بده يجوزوه بنت الملك وبعدين صار بالآخر عم يقبل بده يقبل بشو ما كان ليش ليخلص شيء تاني بيعتبره أهم يعني اليوم صار البلد إذا فيه شيء لإنقاذه بتعاون الكل بتضافر الكل عم نقبل ودجا صرحنا فيها مرة ما قال الوزير بسيل بقبل بحي الله اسم ما بعود بشرعكم ساعتها سليمان فرجية أو غيره عطونا يا عمي اللامركزية الإدارية هدلا نعمل مجلس شيوخ كم نقطة منتفق عليهم منتفق على مشروع ومعشبتنا الاسم في أبسط من هيك لا الهدف الهدف بالآخر صار بحاجة كلنا مش إلنا بس مش التيار الوطني الحر بحاجة ليش ولا جمهوره نعم ليش ما انعرض على الوزير جبران بيصير مجموعة من إذا بدك الضمانات كرمال يقبل بسليمان فرنجية عم تأكدي لي حديثة أنه معناتها لك بينعرض شو ما طلب يعني انعرض عليه لامركزية ولا لا شو نعرض عليه لأنه كان في كلام حتى من مسؤولين أنه حتى نائب غسان عطل لزميرك قال أنه نعرض علينا كنت عم بسمعه وقتها كان عم يحكي بإطار في عروض كثيرة بإطار عروض على شكل تعيينات ووزراء وأمور بالسياسة مش لا يعني إذا بدك مش على مستوى النظام نعرض إيه نعرض شيء بغر فريق السياسي بغره كفريق مش بنظرة اعتبري تنفع البلد كله نحن لا عم نقول بدنا شيء وإذا بدك مستقبل البلد منه كمان للتيار الوطني بس إذا صارت اللامركزية أو طورنا بنظامنا هاي كل الناس بدها تستفيد منه طيب عم بتقول أنه عندك قناعة أنه أي رئيس بيجي رئيس لا يقبل به الفريق الآخر ما عنده قدرة على الاستمرار لأنه بيوصل بيصطدم بيوصل إيه؟ بس ما ليك معلي يصطدم بعرقه جوزيفين هلأ جوزيفين كيف بدكن تعملوا بقصة جهاد أزعور سليمان فرنجية أنا مرة بس قلت بدكن تبكوا دم على كل شيء ما قدر حققه العماد عون وبتعرفي هلأ التقريق والتدمير انه ما زال اذا قال عم بيوصف واقع جهنم صار اسمه قال هو اخذنا على جهنم بريف انا مش حفوت بهودي بس بما معناه اليوم اللي ما قدر حققه العماد عون قادر حدا يجي يحققه ما هاي المشكله كمان ما عرفنا استفدنا مش نحن كتيار كل اللبنانيين من الوقت اللي كان فيه رئيس عنده هاي الشخصيه القويه وعنده هاي القوه السياسيه القويه وعنده الشعبية هيدي وعنده هيدي النظافة واجت الأيام تبين على القليلة على القليلة بس معلش أنا مضطرة هون أقاطعك ما بوقتها فريقكم السياسي فات مع الرئيس سعد الحريري وفات مع القوى اليوم مش معمين ما زاد الشيء وفتوا لا فتوا بما يسمى محاصصة الدولة فتوا فيها كرمال هيك ما قدرتوا تحققوا إنجازات بالعهد مين اللي سمى
أنا ما عم دافع عن كل التسمية، محلات نجحنا محلات لا، بس اختيار رئيس مجلس أعلى للقضاء هي محاصصة كانت عم ناخدها نحنا. ليش وقت اختار من أحسن الضباط بالجيش اللبناني العماد جوزيف عون كنا عم نعمل محاصصة؟ محلات بعدكم بتقولوا انه جوزيف عون من احسن الضباط بالجيش؟ خيار العماد عون. اوكي، خلي هو يعطي رايه بالاخر. انا هلا عم بسالكم لكم انتم رايكم اليوم هو من افضل الضباط يلي اخترتوه، من قلبتوا عليه؟ نحن قلبنا عليه. ما سمعت الوزير جبران بسير شو بيحكي عن قائد الجيش؟ انقلب علي؟ ما بعرف. انا عم بسالك، ما نحن عم نسمعه لانه قال علنا بمقابله. كيف انقلب علي؟ كان في هجمة على قائد الجيش ساعد فيها الوزير بسير، كان في مستهدف قائد الجيش وانقلب عليه الوزير بسير. هلا مش هيدا موضوع. بس انا هون بموضوع قائد الجيش تحديدا، لانه عم بتقول انه الرئيس عون هو اللي اختاره. الرئيس عون هو اللي اختاره، وبعدين صار في يعني منهم من يعتبر انه انقلبتوا عليه، لانه الوزير بسير باخر مقابله اتهمه بالتواطؤ باحداث 17 تشرين. مين بيكون اذا هيدي مين بيكون انقلب على الثاني؟ هذا اتهام، ما بعرف أنا وياك اختلفنا. يعني عم تقول انه قائد الجيش هو اللي انقلب عليه؟ انا وياك اختلفنا، فيك تسميها انت انقلبتي علي، وفي سميها انا انقلبت عليكي. بدنا نشوف الوقائع. انتوا بتعتبروا انه هو انقلب عليكم؟ بدنا نشوف الوقائع. هلا هون هيدا موضوع ما بيفيد، لا بيفيدنا ولا بيفيده ولا بيفيد الناس. يعني هلا بهاللحظه ما في افاده من طرح هيدا الموضوع، لانه وضعنا حساس، ونحن اساس نشاتنا من رحم المؤسسة العسكرية. وبالنسبة لنا هيدي المؤسسة كل شيء بيضر فيها احنا لازم نبعد عنه، لأنه بتهمنا مؤسسة أكثر من الأشخاص. يعني أمام الأشخاص نحن منتجاوزها، بتهمنا المؤسسة، لأنه هاي منقدي لها التحية وبدنا نحافظ عليها. مشان هيك أنا بدي هيدا موضوع، والكل بالنسبة إلي يعني العلاقة الشخصية كمان بتمنعني، والمحبة الشخصية بتمنعني استطرد أكثر. بقى خلينا على جنب من هذا الموضوع لحتى ما نفصل السياسي عن الشخص. اي متى رح تعلنوا كقوى معارضه لفرنجيه؟ يعني انتم تيار وطني حر، قوات لبنانيه، حزب الكتائب، القوى التغيير، ما بعرف قد ايه كم شخص صار معكم، لانه كانت المفاوضات بعدها مستمره، كان في 3 اكدوا بعد المفاوضات مستمره، والقوى المستقله، اي متى رح تعلنوا؟ حبيت سؤالك لحتى اقول لك انه ربطوا بموضوع التحدي، لانه اللي بده يتحدى بيعلن سريعا، اللي ما بده يتحدى بضل فاتح الباب. اولا قبل ما اوصل لحزب الله، ما كمان اليوم ما تنسي انت كان في فريق داعم لفكره التقاطع مع جهاد ازعور، منا ذكرتي الحزب التقدمي الاشتراكي، منها يمكن كتلة الاعتدال أو عدد كبير منها، منهم كثير من المستقلين. ما الإعلان بهيدا الشكل رح تاخذوا الصورة مثل كأنه أنه صار هيدا مرشح هودي الأفريقاء وما استشارونا وما حكيوا معنا وصار مفروض علينا، وتتركي لهم مجال أنه يتراجعوا خطوة إلى الوراء. وأيضا هالشي بينطبق على حزب الله. حزب الله سارع للهجوم أنه هيدا تحدي ليقطع حظوظه، بينما شاف أنه لا، مش للتحدي، معروض لحتى يكون نتوافق كلنا عليه. وصلكم من نواب الاعتدال موافقتهم على تصويتهم لجهاد أزور؟ ما عندي معلومات، لأنه ذكرتهم حضرتك. ما عندي معلومات، اعتبريهم هني وبعض المستقلين حتى يكون عم بوسع أكثر. ما في كثير عندهم كان أبدوا الرغبة قبل، أنه بس مثل ما صارت بالأول صورت وكأنه استأثروا هودي الأحزاب بالقرار ونحن بدنا نكون توابع. لا، عدم الإعلان، يعني خليني كمان أقولها بغير طريقة. الإعلان مفيد كان هيك الإعلان السريع، أنا ما بشوفه مفيد. أيمتى بيصير مضطرين نعلن؟ عند دعوة الجلسة، لأنه بك تنزلي على جلسة بك تعطي رأيك فيها. طالما ما في إعلان جلسة، يعني توقيت بيضل رهن الظروف. لا، مش انه يعني منا اجباري للاعلان. هو بتصير الرئيس بري عم بيقول انه ما رح يعلن عن جلسه قبل الاعلان عن المرشح. اذا بيحط الشرط من ساعتها معنا عذر نعلن، بس اذا اعلنا وما عمل جلسه شو بيلزمه للرئيس بري؟ بعدين حتى بالحديث عم بيجي هلا لجاوب، لانه ما بتقدري تجاوبي ولو عندك 4-5 اجوبه على فرد سؤال. بس من الاجوبه اللي شرحنا على التقاطع، أو صرنا بخبير خيار أنه نتقاطع وهلأ الوقت ما عاد فينا ننطر، لأنه أنت كل هيدي الفترة شو كانت النغمة أو الحجة اللي عم بيواجهونا فيها؟ أنه تفضلوا أعلنوا عن مرشحكم، متفقين أنه ما بدكم فرنجية ومش عم تتفقوا على شخص. يعني ما أنت صار عليك ضغط أنه مضطرة
لأنه ما عندك غير هالخيار، تروحي أنت على تقاطع ما. يعني صارت ضغطة علينا كمان. طب ما مدت 3-4 أشهر قديش بدها؟ بس أنتوا بتعرفوا أنه الذهاب هذا الشهر السابع قطع الشهر السابع، 7 أشهر صارنا بالفراغ. بس أنت بتعرف كتير منيح أنه الذهاب إلى خيار جهاد أزعور تحديدا يقطع كل طرق العودة إلى التفاهم مع حزب الله. أنتوا لك ما أهضم. لا بدهم أنه يتخلوا عن فرنجية، ولا بدهم يخلونا مين ما تقطعنا عليه بده يكون تحدي لهم. طب والحال؟ يعني ركي شو الحال؟ أو بترضخوا أو أنتوا عم بتواجهونا، بس ما في خيار. أعطيني خيار عن جد. عم بحكي أنا بالعكس، أنا كثير بعز علي أنه تفاهم يمكن صار عمره 18 سنة أو 17 سنة، مرقنا بمطبات كثيرة توصل لهيك نتيجة أنه تنقطع على القليلة الحوار. بيسوى نضل في على اختلاف، شو المانع؟ بس أنه ولو بعد 17 سنة من الأخذ والعطاء، مش إذا بدك كثير في نقاط اختلفنا عليها. ما بقولوا لكم تعالوا نتحاور على سلمي الفرنجي. بس على سلمي. طب تحاورنا على سلمي الفرنجي، قولوا لنا شو عندكم مشاكل مع سلمي الفرنجي ومنحلها. عم بقولوا تحاورنا وما مشي الحال بسلمي الفرنجي، بنوقف. بس نحن ما جينا قلنا لهم تعالوا نتحاور على فلان وبس. نعم. ما جينا قلنا لهم يعني بالاخر. طب باي منطق؟ انا عم بحكي منطق لا عاطفي ولا لاني بهالفريق السياسي. ما زال عم بقول الالي والعلي. انا عم بقول هيدا الواقع. يعني برايك اليوم حزب الله بده يفرض عليكم رئيس جمهوريه؟ لا، ما بس يقول انا عندي سلمي الفرنجي، شو بكون عم يعمل؟ طب هو خايف. طب ما نحن الى جنبه بس يكون خايف. هو عم بيقول ما بده رئيس يطعنه بظهره، انه اجى الرئيس عون ما طعنه بظهره، هلا بده رئيس مثل الرئيس عون ما بيطعنه بظهره. بده سلمي الفرنجي. طب ما فيش غيره. بتضمنوا له رئيس ما بيطعنه بظهره؟ بتعرفي نقطة ضعف؟ إذا ما في بالجمهورية اللبنانية، ما ليكي وين؟ سؤال جبران. إذا ما في بالجمهورية اللبنانية، قال له ما في أضمن حدا. إذا صح ولا لا؟ إذا ما في بالجمهورية اللبنانية إلا شخص بيطمن مقاومة عنده خيار صائب، يعني بالآخر خياراتها ضد الإرهاب وضد التكفيريين وبمواجهة إسرائيل، يعني نحن معها هذه الخيارات منا ضدها. إذا ما بيطمنها بلبنان معناتها عندهم مشكلة، إنه معناتها وقت ما عندهم ثقة بكل الشعب اللبناني. نعم. يعني معناتها هني ما بدي أقول بعد أكثر من هيك، بس بتكون المشكلة كبيرة يعني. منا بس واحد يعني معناتها هني ما عندهم ثقة بشو هني وبشو قضيتهم، ولو أو باللبنانيين كلهم، كل اللبنانيين ضدهم، كل اللبنانيين خونة، كل اللبنانيين بدهم يطعنوهم بظهرهم. طب هاي نحن ما طعناهم بظهرهم. طب جوزيفين أكلنا عقوبات، ولكن المفارقة هون رئيس التيار بيكيوا العقوبات لأنه ما بده يطعن. نعم. ما بده يطعن حزب الله عن قناعة وعن خيار. شوي من تاني ميلي ممنوع علي، بده ينفرض علي رئيس جمهورية كمان بده ياكلها سياسيا لأنه ما قبل. يعني أنا ما عم بعرف هون حطها بأي ميزان، مثل المنشار على الطالع وعلى النازل. بدنا ندفع أتمان، عم ندفع أتمان نحن خياراتنا السياسية، حريتنا. عم تدفعوا أتمان حلفكم مع حزب الله، عم ندفع أتمان حريتنا. لا أنه بس ما أنتوا جيتوا على قصر بعبدة، يعني جينا جينا بقوتنا، بقوة حزب الله، جينا بقوة كل اللبنانيين وبقوتنا نحن. مش من العدم جينا. اجى العماد عون بشعبية تتخطى اكبر شعبية مسيحية كانت بتاريخ حافل بالنظافة. تعرف ليش هيدي الكلمة تلاحقكم دائما بمجلس النواب؟ الرئيس عون اجى على دبابة حزب الله مشهورة. هذا رأيي. مش أنا اللي قلتها. لا، رأي اللي بيقوله. رأي اللي بيقوله. بس لذكر. رأي اللي بيقوله. مش أنا اللي عم أقوله. لكن مجلس النواب. ما كانوش يقولوا. باردون جوزيفين، ما كانوش يقولوا هيدا عهد إيران وهيدا عهد حزب الله. مش عم بيقولوا هلا حزب الله جاب لنا النواب؟ طيب أنا فسري لي بس، إذا نحن توابع لحزب الله كيف بنقول له لا؟ هم عم بيجي الوقائع تكذبهم كلهم، مش بيقولوا المي بتكذب الغطاس؟ طيب انا بس فهميني شو هالتوابع اللي كل مين يروح يشوف حاله وين بيتمول وكيف بيتصرف ومين وكيف اوقات بيرضخ على القليل. لا رضخنا لامريكا وفرضت علينا عقوبات، ولا رح نرضخ للي بده يفرض علينا رئيس جمهوريه. معناتها هي اذا بدك الحقيقه اكثر نواب واكثر فريق سيادي
عندهم حرية وسيادة واستقلال هن نواب التيار الوطني الحر. خلينا نتوقف مع فصل اعلاني قصير، من بعد الفاصل بنكفي هذا النقاش، بنكفي بالمبادره البطريركيه الجديده. امبارح كان في كلام لافت جدا للبطريرك الراعي بعد عودته من الفاتيكان ومن باريس. كمان بالفاتيكان كان في كلام لافت جدا قيل للوزير باسيل عندما ذهب في جولته الاوروبيه، وقيل اكثر مش بس للوزير باسيل. بس بدي اتوقف مع فصل اعلاني قصير ونرجع. بيعتبرها الحل للأزمة السياسية العميقة بالبلد واللي بيشوفها بداية للتقسيم وتعزيز التشرذم الطائفي، الفيدرالية طرح قديم عم بيتجدد، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ الفيدرالية نموذج صالح للحكم بلبنان؟ هذا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من روان إبراهيم وشرب العرب بحلقة هيدا الأسبوع. المناظرة الليلة 9:30 المساء على الجديد. وهلأ شو؟ سؤال في عمق الأزمة السياسية في بلد يعيش على وقع المهل والانهيارات والأزمات. وهلأ الرئاسة داخل صندوق اقتراع لم تعد محلية. في بلد السؤال صار عنوان وهلأ شو مجرد استفسار. وهلأ شو؟ الأحد 9:30 المساء على الجديد. أبعد من الظاهر وأعمق من التصريح وسعي دائم للبحث أكثر. الرئيس يخرج الملفات من كواليس السياسة، يستند إلى المراجع والكتب والأبحاث، ينفض غبار التاريخ لينجلي الحاضر، يحاور أهل السياسة والفكر وقادة الرأي بلا أقنعة ولا انحياز إلا للحقيقة وأخلاق المهنة. لا تصدقوا كل ما يقولونه لكم، غالباً ما تكذبهم الوثائق والكتب. الرئيس مع سامي كليب الثلاثة الساعة 9:30 المساء على الجديد. ولمشاهدة حلقات كاملة اشترك الآن على موقع الجديد. عودة لكم مشاهدينا وإلى ضيفي النائب سليم عون، بدي أرجع أرحب فيك. اليوم كان النائب أجوب بكرة دنيا مع بلقاء مع الرئيس بري بعين التيني. اليوم كان التشناك يعني أجوب بكرة دنيا كان موجود باجتماعك الأخير لما صار في نقاش حول جهاد أزور، شو موقف الأرمن؟ شو قالوا لكم؟ إيه صحيح، هو كان اجتماع للتكتل. نحن ثلاثة بنعمل تكتل، ثلاثة هيئة سياسية أو مجلس سياسي للتيار. بس بعرفي العماد عون بقلب البيت الداخلي بعفويته حول الاجتماع التكتل لاجتماع طيار، بس مش انه عن عدم انتباه، لان قال لهم للحلفاء ما علي ما انتم نعتبركم كحلفاء من اهل البيت اذا سمعتوا نقاشاتنا الداخليه وتشاركتوا معنا، يعني نحن بنعتبر واحد معنا اصلا شيء سر، يعني صارت اذا بدك بجو عائلي اكثر. هلا طبيعي، وهون بدي اقول لكل اللي عم بيقولوا كيف التكتل ما طلع قرار بوقتها، ما حكما حزب التشناق تحديدا ولا مرة يكون عندنا قرار مشترك أو مش متفاهمين عليه إلا ما يطلع القرار، يعني يجتمعوا هني عندهم بمركزهم ويعلنوا القرار الحزبي تبعهم. وقت ما نبقاش وقت نبقى متوافقين ما في مشكلة، بيبقوا عايتين خبر. وقت نبقى كمان على اختلاف يقولوا، لأن نحن هذا اتفاق نحن وياهم، منا أنه مضطرين نكون ملتزمين دايما على فرض خيارات. وقت يتميزوا بيتميزوا. هلا هون كانوا كمستمعين أجوب تعرفي كمان بلطافته وتهذيبه ما تدخل ما عطى آراء، بس طبيعي كان شايف الجو، بتصور كان
كشخص حسيته قريب من جو التيار، بس ما بعرف بحزبه داخليا ما عندي كتير. يعني ما بلغوكم بعد لا قرار بعد. إذا هن رح يصوتوا سليمان فرنجي أو جهاد أزور أبدا أبدا. وبعدني أنا لغاية هذه اللحظة بصراحة بعطي الاحتمالين ذات النسبة، لأنه هن بالبداية كانوا سليمان فرنجي بيقولوا عنهم دايما، ما مش كل شيء بينقال مزبوط، هن حقيقة بعد ما عبروا عن شيء وأنا بفهمهم مش مضطرين يعبروا. هلأ بكرة بيزينوها بين علاقاتهم بين التكتل بين، بس هن بيعرفوا أنه التكتل ما بيأسرهم ولا مرة، أو الطيار ما بيأسرهم ضمن التكتل. وكان كمان النايب محمد يحيى معنا مشارك بالكونه عضو بالتكتل كمان، كانت هالقد إذا بدك واضحة الأمور إلنا وعم نحكي بصراحة. وقلت لك إذا أنا بقلب تكتلي ما بدي أحكي كل اللي عندي وبصراحة وين بحكي. وأنا بداية حديثي قلت لهم أنه أنا أبدا، لأنه ما بحكي على الإعلام، لأنه كنت عارفين أنه إلا ما يطلع أخبار ودائما النقل ما بيكون كتير دقيق، لأنه ما بحكي على الإعلام أنا بكون متحفظ لحافظ على الصورة الخارجية ووحدتنا، رح أحكي كل شيء اللي بقلبي هون بالداخل. وحكيت حقيقة وبيعرفوهني أصلا، بس هفرق هالمرة كانوا مجمع. يعني بدل ما يكون كل مرة بكل اجتماع فكرة فكرة فكرة، هون كانوا مجموعين مع بعضهم. حكيت عن الأبرق المستحيل، حكيت عن حكومة السنيورة، حكيت عن جهاد أزعور، حكيت عن معارككم السابقة، حكيت كل شيء. حكيت اللي أنا بعتبره بفيد بالنقاش، بمعنى أنه ما بيغش. مني لا اللي بيمسح شجوخ ولا اللي عنده مصلحة عم بجرب يأمنها. يعني أنا هيك برتاح كون وبفضي حالي وبرتاح، بس أقول أنا للمحل بالمحل اللي لازم أقوله، لا بعتبر أنه أنا دوري هو هون بتضوية الصورة. وبرجع بقلك ما حتى أنا بالآخر بنحط بين خيارين مع أنه هذا رأيي. طيب وإذا سألت شو البديل اللي عندك، اتفقتوا أنا البهمنة بالآخر نحن واحد، على أنتوا واحد كلكم واحد، نحن واحد من بينهم النواب اللي كانوا عم يدعوا للذهاب إلى خوض معركة بأسم حتى هني، بس حكيوا ما وضحوا أنه نحن هيك كانت نيتنا، هيك صار الأمور. وبرجع بقلك بتسأليهم مثلا الأستاذ إبراهيم جاوب أكثر من أنا رح بقدر أنه للي قالوا برا وأكيد اللي قالوا جوا. أنا مش أنا طرحت اسمي، غبطة البطرك حطلي اسمي على الليحة، أكيد هالشي منعتز فيه وبنفتخر فيه وهو بيفتخر فيه، مش شي عيب يعني. كمان حتى ألان بس حكي اللي قالوا على الإعلام كمان زيت اللي قالوا جوا. أنه أنا طلعت بهيدي الخلاصة لأن لقيت نحنا كنا المحل اللي عم نقدر نكون من جهة صلة الوصل، ونحنا منا مصطفين مع فريق ضد الآخر. من هيدي الفكرة كانت منطلقاته، ونحنا كمان أكدنا ما نحنا هيدا اللي بدنا إياه، ما نحنا ما بدنا نكون فريق مصطف بوجه فريق آخر. بس تحكيهم بصراحة بقلب الاجتماع بالآخر اتفقتوا كلكم ككتلة تيار وطني حر على التصويت لجهاد أزعور. لا ما صوتنا بعد، نحنا اتفقنا على التقاطع على التقاطع على اسم جهاد أزعور، تقاطع مع القوات والكتائب وكثير من المستقلين اللي مش كلهم على جهاد أزعور. يعني لا ما فرق تقاطع، فرق يكون مرشحيك. يعني هيدا خلص بدك تعملي له معركته ما بتتراجعي عنه، بس ما المشكله لا انتم مرشحكم ولا هو مرشح القوات ولا مرشح الحكومه، كلكم عم بتقولوا انه تقاطعنا على جهاد. لانه مثلا اذا بتاخذي القوات، رح احكي عن غيري لما احكي عنه. القوات اذا خيرتيهم بين جهاد أزعور وصلاح حنين بيروحوا على صلاح حنين. الكتايب إذا خيرتيهم بين جهاد أزعور ونعمة فرين بيروحوا نعمة فرين. نحن إذا خيرتينا بين جهاد أزعور وزياد بارود بتروحوا على زياد بارود، بنروح على الإكس مثلا. طيب هون ساعتها أكيد أنا بكون جو اللي عم نحكي عنه مريح أكتر، بس مش واعي. طيب. ما بتقدري توصلي له. مين اللي بده يزايد علي؟ هيل كسر البلد ليقول بده يعمل ثورة ويغير وخرب البلد، أولاد الهلا هو بده يزايدوا علي أو أفواج الطناجر اللي خربوا البلد وكسروا البلد، وشو عملوا اليوم؟ هلا هن صاروا خربوا البلد. نعم، مين كسر البلد؟ مين كسر السياسات الاقتصادية هي اللي كسرت البلد؟ وقفوا بوجه ميشيل عمر. مين حملوا المسؤولية؟ سليم. حملوا
حملوا المسؤولية لمين؟ حملوها بغض النظر عن لليوم، بغض النظر عن تحميل المسؤوليات، يلي كسر البلد ويلي أفلس البلد هي السياسات الاقتصادية والمالية، مش الناس. هاي سيارتك معطلة، لنكون بس واضحين. لا، ما أنا بدي يكون واضح جوزفين، سيارة معطلة بدل ما تروحي تصلحيها أو الجاي يصلحها توقفي معه، رحتي كسرتيها للسيارة واتهمتي الجاي يصلحها. هيدا نقاش طويل، لأنه هن يرون بأنه أنتوا فتوا بالمحاصصة لما فتوا على الحكم. وهلا فتوا على المحاصصة هن. مين هن؟ اللي فتوا على المحاصصة، هلا قاعدين عم يبحثوا بالأسماء بالمحاصصة. ما أنت فايتي مع مين؟ عم تحكي عن نواب التغيير؟ لكن مين شو فرزت هيدي أولاد الهلا هو أفواج الطناجر شو أفرزوا؟ أفرزوا فريق سياسي، كيف بده يتعاطى؟ تبي مش عم بتقدم ولا عم بتنمر عليهم، بس إنه هذا الواقع هيك صار معنا، وجيت أقول لهم هيك بده يصير، ما أنا مش أنا اللي اخترت، لا كتلة المستقبل بوقتها، ولا كتلة القوات، ولا كتلة حزب الله، هذا الشعب اللي اختارهم، ولا كتلة أمل. بدك تتعطي، عم بعطيكي مثل كثير دقيق، سيارة معطلة مزبوط مش هن اللي عطلوها، جاي واحد بده يصلحها، جاي ميشيل عون بده يصلحها، بقوم بكسرها للسيارة وبتهمه إله إنه كسرها. أنا هني كسروا السيارة، نقاش طويل. كسروها للسيارة. نقاش طويل وفعلاً إنه اتهام الناس اللي نزلت على الشارع بوقتها لأنه هي يلي كان عندهم فرصة يحطوا إيدهم مع ميشيل عون، كان عندهم فرصة كمان مغالاة جداً، كان عندهم فرصة يحطوا إيدهم مع العماد ميشيل عون اللي عم بحارب هو مظبوط الفساد. اليوم وين إني مثلاً من كل اللي عم بيصير؟ وين اللي نزلوا؟ مين عم تحكي بس؟ اللي نزلوا على الطريق. طب كمان ما فينا نحمل الناس مسؤولية يا أستاذ سليم. صار الدولار اليوم ب 100,000، أموال المضيعين طارت. اليوم عم ينحكى بدهم بعض يغلوا فواتير الإنترنت، عم ياخدوها على دولار 86,300، بيعطوا المضيع على 15,000، وبيعطوا بعضه الموظف معاشه على أيام ال 15,000 إذا مش ال 1005، وبدهم وما حدا ساكت. 20 سنس كانت قيمتهم $6 بالشهر، 9,000 ليرة على أيام الألف وخمسة. كسرنا البلد، اليوم انهار كل البلد، اليوم رياض سلامي مطلوب على التحقيق، ما بينزلوا بيتظاهروا، بيطلع بس التيار الوطني الحر. إذا قاضي صار عم بيقول هيدا مذنب، بيصير صف عم يشتغل سياسي، بيطلع قضاء أوروبي بيحطوا بيتهموا، ما حدا بيتحرك، ساكتين كلهم بعد ما اتهموا، بعد ما طلع الاتهام. طيب بدي احكي قطعوا مذكره التوقيف. القضاء اللبناني ما لقاه، مختفي معك دائما، مش معروف وين محل اقامته، مين تحرك؟ معك مين بس مش ادعاء، بس لحتى بس للمصري الوزير جملات بيتصوروا معه سيلفي. الهلا هو لمين كانت؟ صاروا بالاعراس يذبكوا على الهلا هو. لي شو هالحقد هيك؟ شو هالغبا هيك؟ هيك بده يخلصوا البلد؟ لا، بده يحملوا المسؤوليه، هن كسروا البلد. وبتعرفي اهم شيء كسروه بالبلد شو هو؟ قلة الأخلاق. الناس كسروا هو البلد. اللي اللي مشيوا بالحملة من الناس كسروا البلد. اللي مشيوا بالحملة. الناس ما رقصت كلها هلا هو. هلا عم تحاسب على مجموعة، بس الناس اللي نزلت بوقتها كانت عم بتعبر عن شيء معين. الناس هي اللي كسرت البلد. شو النتيجة؟ شو النتيجة؟ الناس اللي كسرت البلد. هاي ما بتطلع منك لقلق. الناس اللي كسرت البلد والقوى السياسية اللي موجودة من التسعين لليوم. أنا ما سميت الناس. قلت لك أفواج الهلا هو، وقلت لك أفواج الطناجر. هاول كسروا البلد. مين يعني أفواج الطناجر؟ ما كنت شفتي ولا ما شفتيهمش أفواج الطناجر؟ الفاتيكان، شو بده الفاتيكان؟ صحيح أنه راح قالكم أنه روحوا تفاهموا بين المسيحيين والمسلمين على رئيس، وأنه رئيس إذا تفاهمتوا فقط كمسيحيين لا يمكن له أن ينجح في عهده؟ ليكي للصراحة هي مش بس الفاتيكان ومش بس غبطة البطرك، كل اللي كان عم يتعاطى سياسي يقول ما بيأدي أنتوا ترفضوا مرشح وما عندكم بديل. هاي أنت عشتيها وأنا عشتها وكلنا عشناها، وحتى صار بقى بده يروح غبطة البطرك أنه إذا بدنا نراجع بالفاتيكان أو بحيلا دولة أو حتى فرنسا بالذات، لأنه صار معروف مش سر أنه فرنسا تبني الترشيح الوزير الفرنجي. نعم، عبين هليلين. فرنسا اللي كانت عم بتنشدنا بالإصلاح بتغيير الطبقة السياسية وتعلمنا كيف لازم يتطور البلد وكيف بدنا نحارب الفساد، صحيح؟ هي ذاتها فرنسا اللي وقت اجى الرئيس كمان نزلوا العالم قالوا له بليز انتدبنا،
نترجاك انت تدبنا. صارت ولا لا؟ انا عن هودي عم بحكي جوزيفين. نزلوا انا وقت علقت بي بوقت الناس حكيت من قهره يعني من قهره بس عشيه عم تحكي عن انا كنت مقهور عم تحكي عن عشيه اربعاء انا كنت مقهور بس ما قلت له ما قلت له ماكرون كان في كارثه بالبلد كارثة يعني اكبر من كارثه ويمكن انا بكيت بس ما قلت له لماكرون تعال تدبني بوقته لا يعرف لا شيء انا عندي وعي اوكي بس كان في يأس يا استاذ لانه انا حتى لو ما لو عندي ضحيه بس كان في يأس من الطبقه السياسيه وفكروا انه نفس الشيء هلا نحن عم نحقق لهم حلمهم اليوم طيب هلا خليني اسمع منك اليوم نحن عم نواجه بعد هيدا اللي عم يجي يعمل مصالحه على حساب الاهداف اللي بدي اياها انا انا كيف بدي اطور البلد شوي بينصحوني يعني. اليوم عليك اليوم باريس خليني بشرفك خليني مرق بدي فش بس شي مره خلقي ايام العماد عون كانت حكومه ايران وحكومه حزب الله صح ولا لا حكومه الرئيس مئاتي خلص عهد العماد عون بعد نفس الحكومه اللي لا شرعيه ولا دستور لا بيقولوش حكومه ايران لا بالعكس معتبرينه منقذ بيعمل اللي بده اياه عم بيقيل مدراء عم بيتصرف مثل ما بده عايز بالبلاد فسادا خليني بس قبل ما يخلص وقتنا انا بهمني شغله اليوم الوزير باسيل عمل جوله اوروبيه وراح على الفاتيكان بدي اعرف شو قالوا له لانه اليوم يبدو انه البطريرك الراعي عاد من ما هيدي الفكره وصلت لك بمبادرة ليست على قياس لا سليمان فرنجية ولا جهاد أزعور على اعتبار أنه الثنائي يعتبر جهاد أزعور رئيس تحدي وأنتم بتعتبروا سليمان فرنجية رئيس تحدي فاليوم يبدو أنه في مبادرة للذهاب إلى رئيس توافقي بدي أسمع رأيك ومعلوماتكم أنه شو قال الفاتيكان شو قال الفاتيكان للوزير بسيط أنا إذا ما عندي معلومات دقيقة ماني مثل هول الحكاويات اللي بيطلع تعرفيه بالزمانات كان الحكاويات يطلع يخبر خبرية يجمعهم بالقهوة ينبسطوا شو ما خبرهم قصص حلوة بيطلعوا كل واحد ببين أنه عنده معلومات وهي قال لها وهي كان قاعد مع هي وكذا أنا غير المعلومة الدقيقة ما بسمح لنفسي أقولها بس شو بظل اللي سألتي شو اللي بقدر أكد لك إياه حتى لو ظهرت هيك الصورة هي منا مزبوطة لسبب لأنه التمسك بسليمان الفرنجي هيدا اللي بتكون للمواجهة نحن ما عم نقول لهم متمسكين بأزعور يا حزب الله يا بتقبل بأزعور يا نحن ما بدنا نتفق معك فرق كبير فرق كتير كبير ما جينا اليوم مش عم نقول نحن او بتقبلوا بجهاد أزعور او ما رح نروح على الجلسه يعني او ما في جلسه يعني انتم مستعدين اليوم تروحوا على خيار غير جهاد أزعور في حال هذا الخيار كان خيار توافقي بين كل البلدين طبيعي بكون عم بقول اذا بقول لك لا بكون عم بحكي بغير دنيا اكيد فاذا ما فيك تحطيهم مقابل بعضهم هني عم بيجربوا يحطوا هيدي الصوره ليبرروا لحالهم انه متسكين بفرنجيه انتم عم تتحدونا مشان هيك نحن عم نواجه ابدا نحن وصلنا اذا بدك هيدا العمل رده فعل على تصرفهم ما كنا ذهبنا لهالوقت ما كنا وصلنا لهيدا الوقت نحن لو هن كان عندهم الاستعداد بالقبل ولو اسم الاستاذ جهاد أزعور بين الاسماء يمكن اللي بنناقشها معهم يمكن لو رحنا نحن وحزب الله رح يكون اسم جهاد أزعور من بين الأسماء مش عم نقول لا في كتير أسماء بتكون موجودة بس تمسك بفرنجية ما فيك تقولي عنه مقابله تمسك بأزعور بعد لهلأ ما ولد حتى إذا بدك بالمعنى المزبوط المزبوط يمكن 90% صارت الولادة رح تصير الولادة لا اسم جهاد أزعور بس بعدها هلا عم تتحضر بعدها هلا امبارح زميلك جورج عائس بيقول من هلا لاخر الاسبوع ممكن يصير في اعلان لي عن اسم إذا جهاد في أزعور. مصلحه اليوم بهاللحظه بيصير اليوم اذا بكره وانه عندكم 60 صوت وبعد في 5 اصوات عم بتم يعني الحوار معه شخصيا ليش ما بامن بالبوينتاجات لانه بعرف الألعاب اللي بتصير ناس بتنط من هون لهون بلا ما تعرفي والعكس صحيح أنا ما عم بتوجه أبدا لحدا هون بس معروف بلبنان تاريخيا ولا حد هلا يعني ما في أخبار في أخبار لا يمكن عندنا أكثر بس إنه أنا هيدي غير ما تصير مثل ما بيقول المثل هون بيقولوا على طول الرئيس بري ما تقول فول تيصير بالمكيول يعني شو اللي بيوضح الصورة عند أول جلسة جلسة انتخاب هون بتفرز حالة تقدري تقشعي الأبيض من الأسود تعرفي كل شخص قد يجمع بالدورة أسود. الأولى في حال اقترب سليمان فرنجية لل 65 وفي حال جهاد أزعور مقترب عم بعطي فرضية لا صحيح. بعرف أنه فرضية حتقلي سؤال افتراضي إيه سؤال افتراضي لأنه يطرح صح. اليوم في بعض القوى السياسية تقول
تقول بأنه هي لن تسمح بوصول مرشح الثنائي إلى قصر بعبدة وأنها ستنسحب في الدورة الثانية. التيار الوطني الحر اليوم سينسحب؟ بعده مش كتير جاذب بهالموضوع. صحيح نحن عم نخوض اليوم معركة عدم وصول الوزير الفرنجية، بس يمكن لا، كله بوقت. وبعدين في أوقات أمور صغيرة بتغير أو بتأخر حسب الوقت، إذا بعد جمعة شيء بعد شهر شيء، إذا بعد شهر شيء بعد شهرين شيء، كله بيرجع لوقتها. بلكي الدولار صار 500,000. يعني قصدك انه رهان حزب الله على الوقت ما هو بيراهن على الوقت، لانه هو عم بيراهن على الوقت انه اليوم ما بيقبلوا بكره بيقبلوا بعد شهر بيقبلوا، انه اليوم مش قبلانين بسليمان. اوكي خلي ما في رهان هيك، مبين علينا انه قديش بس في كلام مصري. عند الثنائي سلطي صار سلطي صار 65 معه هون بطرحك للسؤال. صار انت لتقدري لتضربي النصاب الجلسه 86، يعني هو صار معه 65. نعم. ايه مشان هيك السؤال ما بقدر سلفا ارتبط بموقف اذا قلته بده يكون قده التزم فيه. انا لانه بعد كلنا، مش انا بس، كلنا منا عارفين اذا بدك شو الظروف بوقتها بدها تكون. هلا اميل يمكن نحن انه نجرب نمنع وصوله اكيد. نعم. بس هل يا ترى توصل للمقاطعه؟ بنشوفها. طيب اخر سؤال، شو رايك؟ بتعرفي انا بس فكر بحط حالي محل كل فريق، ساعتها بفهم الاخر، بعرف كل فريق ليش عم يتصرف هيك. انتبهي ولو مش انا من رايه، يعني اليوم انا بعتبر حالي لو اني قوات لبنانيه بقول انا بتصرف هيك مثلهم، بطلع انا اذا حزب الله بتصرف هيك مثلهم، انا لو اني اشتراكي بتصرف هيك. مشان هيك صعوبه الموضوع، يعني وهي عم بحكي بكل ضمير، انا اكيد كتيار وطني حر هيك بتصرف بقى. وهون الصعوبه، لانه كل واحد من نظرته للامور مثل يعني. عم تصرف يعني مثل اللي عم نعمله انه عم نعمل صح، والاخر اللي عم بنتقده انا لو محله او بقناعاته بتصرف ذات الشيء. طيب يعني عم تبرر لهم خوف؟ مش عم برر، لا عم اقول انه كل لكن هون ليش عم بقول لك انا اجى ببالي اقول لك هيك، لانه حزب الله اليوم وين نقطه قوته؟ انه هو نفسه اطول من الاخرين، قادر يداين اكثر. واليوم اللي بيهددوهم على الوقت مثلا ليك هددوهم، ما هي المشكله شو؟ كل شيء هو بيهددوه فيه، نحن لبنان بيدفع اثمان، هو بيطلع اقل ثمن دافع عليه. هيدا الاسلوب اللي عم بيتم التعاطي معه فيه خاصه من الخارج، منه عم بيقويه مش عم بيضعفه، عم بيضعف لبنان بقى كمان. هيدا بيخففوا شوي من سؤال أخير، البهورات بالخارج شوي. شو رأيك سليم عون كيف قرأ المناورة العسكرية اللي عملها حزب الله بالجنوب؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ كيف قرأتها؟ أنه تفاجأت بقوة حزب الله؟ لا، أنه بوقتها أنا بقول ما شفتها، اذا ما دققت كثير، بس ما شفتها انه رساله لمين. في البعض لا في البعض وجد فيها رساله للداخل مش للخارج. لا لا انا اكيد ما مش رسالة لا. لا لا ما انه بحاجه لي، شو بده يبعث اي رساله؟ وهي مشكلتنا مع كل اللبنانيين يا عمي، بس اذا واحد لبناني قوي، طب ما هيدي قوته صرفها للخارج وموجهها للخارج، ليش عم تاخذها لجوا؟ طب سؤال، حضرتك شفت فيها رسائل للخارج ولا للداخل؟ للخارج اكيد، للداخل شو؟ طب ليكي اول رساله قلنا اذا بدها تكون، طب ليش انا قبل ما اتفق معه وبعد ما اتفقت معه لا ما بفزع منه؟ طب اذا واحد بيفزع، هي بتعرفيها قصه القمح والدجاجه، قال له خليها تقتنع انه انا مش قمحه، واحد عم يفزع من الدجاجه، طبقوه انه ما عادش يفزع، انه هيدي بس للقمحه، قال طب اقنعوها للدجاجه انه انا منيش قمحه. طب ليش انت بدك تضل يا اذا مزبوطه مش منيحه انه هيدي بيقول لك القمصان السود، معناتها انت خريان عم تفزع. طب انا ما بيفزعوني القمصان السود. ما بفزعك انه حزب مسلح بالبلد كل عنده مش مسلح. عنده سلاح مين مش مسلح؟ انا اصغر حرامي بفزعني لانه معرض يشلحني سيارتي او مصرياتي او يخطف لي حدا من اولادي. شو انه بلد مين ما كان بيقدر يعمل كل شيء؟ ليش اي انه بالاخر قصدك انه حزب الله لا يستعمل فائض قوته بالداخل؟ انا شخصيا ولا مره شفته بالداخل، والدليل هلا. طب نحن بين واقفين مش فزعانين، وش كيف بيقدر يفزعني بسلاح؟ انا اليوم كموقفي وانا حليف، انتبهي انا عم بحكي وبرجع بقول لك من جوا ماني مبسوط، لانه بالاخر 17 سنه من التفاهم والاخذ والعطاء. ايه ما فزعت لا بانتخابات حكمه ديب بال 2002 او 3، نزلنا على نص الضاحيه عملنا الانتخابات، كان الوجود السوري بلبنان
ما فزعت ولا مرة لأنه أنا ما بفزع، هو يمكن بفزع بس أنا ما بفزع. شكرا لك نائب سليم عون على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. بعتذر إذا بمحل لا فشيت خلقك اعتبرنا. لا ما كثير، يلا بعد حلقة. إيه لأنه النقاش دايما حول هذا الموضوع هو دقيق معكم، لأنه ظلمنا ليكي الظلم. نحن الوقت اللي بده يعطينا حقنا وبلش يعطينا حقنا. الظلم الله ما بيريده، بس ما كمان بدكم تعملوا مراجعة ذاتية يا أستاذ سليم. عملنا ما بيقول لك والدليل شفتي هذا تصرف بل نعملها للمراجعة، وبدكم تعملوا مراجعة نقدية لأدائكم في السلطة بالوقت ما فتوا لهلا. مين اللي بده يطلع فينا أو يعلي يحط عينه بعيننا؟ نحن مزبوط كل واحد بده يشتغل بمحل بيغلط، بس مين بيحط عينه بعيننا؟ اللي بده يحاسبونا علي، يعني اللي بده يحاسبني على السيادة بده يكون هو سيادي، اللي بده يحاسبني على الشفافية بده يكون هو شفاف. طيب. بده يسألني على موضوع المال العام بده يكون هو مش مدد ايده على المال العام. شكرا لك استاذ سليمون. شكرا مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.